الإمبراطور الشاحن بيلبرو أولاد السافلة لن يقبضوا علي حيا. عدنا إليكم من جديد. مارلين مانسون. قوس قزح أسود، إنه محاكاة ساخرة مظلمة لما يعتبر عادة جميلا. أيضا وفقا للكتاب المقدس، كان قوس قزح الأول أسودا للإشارة إلى اقتراب الفيضان الذي جرف كل بقايا العالم. مانسون هو علامة للعالم على أن الأشياء ستتغير، وأنا قرض من الله، إنه أحد مخلوقات الله، وهو شيء خلقه الله، وفي النهاية ليس أفضل من أي شخص آخر. متمرد من الخصر إلى الأسفل، arrival from the waist down، هذا اقتباس من عام 1984 لجورج أورويل، حيث تم تطبيقه على جوليا لأنها فضلت اعتبار التمرد أعمالا منفصلة عن العصيان. كانت تمارس الجنس وهو ما كان يحرمه الأخ، بينما كانت ستفعل ما تريد بغض النظر عن ما قيل لها. لم يكن لديها مفهوم أو لم تكن مهتمة بأي قلب للإطاحة بالنظام. أعتقد أن مانسون كان يحاول أن يقول إنه لا يحاول تغيير العالم، فقط يفعل ما يريد ويتعرض للهجوم من أجل ذلك. أريد أن أشكرك يا أمي، أريد أن أشكرك يا أبي، لأنك جلبتني لهذا العالم النعيم إلى نهاية مريرة. الأشخاص الذين سبقونا هم من مارس الجنس مع هذا العالم، ثم يتم استخدام أشخاص مثل مانسون والفنانين الذين يعكسون الهراء الذي يرونه من حولهم ككبش فداء. يمكن للمجتمع أن يشير بأصابع الاتهام إلى الأشياء مثل مجزرة كولومبيا مع تجاهل المسؤولية الخاصة. لم أكره أبدا إلها حقيقيا واحدا، لكن إله الناس الذي كرهته. لم يكره مانسون أبدا فكرة وجود إله واحد، فقط التمثال الملتوي الذي يبرزه الأشخاص الذين يمارسون الجنس مع هذا العالم، والذين يستخدمون هذه الصورة للسيطرة على الناس وقمعهم. أنت أنك تريد التطور، وكان القرد ضربة كبيرة. أنت تقول أنك تريد ثورة يا رجل، وأنا أقول أنك مليء بالقرف. أعتقد أن هذا يهاجم الأشخاص الذين يجلسون في المنزل ويتحدثون عن الكيفية التي يجب أن يكون عليها العالم، ولا تفعل أي شيء حيال ذلك. لن يغير الناس العالم أبدا بينما هم يجلسون في المنزل أمام أجهزة التلفزيون مع وجود سقف فوق رؤوسهم ونار دافئة. بهذه الطريقة أصبح الناس يتقبلون الظلم ثمنا للراحة. هذا لا يزال يتم استخدام الله لإخبار الناس أنها ليست من مسؤوليتهم رعاية العالم، ما يتناقض مع شكل مباشر. نحن مراهقين
يكون يمكن التخلص منهم. نحن الأشخاص الذين يجب أن تتعايش مع الفضلات التي تم إطعامها لنا، نحن يمكن التخلص منها. نحن بلا قيمة، ليس لدينا مستقبل، ولا يمكننا تغيير شيء. أكثر كلما كبرنا، ولا تتفاجأ، لا تتفاجأ عندما ندمر كل ذلك في النهاية، عندما لا نشعر بعد الآن بعدم الجدوى أو عدم الأهمية، عندما نصبح الكتلة المطالة التي تتطور إليها، ويخشى الناس الذين سمحوا بذلك. يحدث أن القوة ستكون في أيدينا وسنقوم بتمزيقها كلها. نحن الطوفان الذي تنبأ به قوس قزح مانسون. أتمنى أن تكون قد وصلت الفكرة. وهذا كان شرح أغنية Disposable Teens. كان معكم لوسيفر أو فاروقكم. نراكم قريبا في فيديو جديد. الفيديو القادم سيكون عنوان الأغنية The Devil Beneath My Feet. نراكم في وقت قريب.